حبدا اخبار اليوم باللي سموها الناس مقابله القرن، المقابله التاريخيه اللي سمعها ملايين حول العالم مباشره على منصه اكس، وجمعت بين المرشح للرئاسه الامريكيه دونالد ترامب والملياردير ايلون ماسك. وعلشان نكون دقيقين حبدا معاكم بالساعات اللي سبقت انطلاق المحادثه. اول شيء، قبل ساعات المقابله شهدت منصة أكس عودة ترامب لها، فاستأنف ترامب النشر على حسابه من بعد توقف طويل، واللي حيفتح حسابه حيلاقي فيديوهات ومنشورات كثيرة بيعلن فيها عن المقابلة المنتظرة. وكان نشر ترامب بوست سأل فيه: هل أنت الآن أفضل حالا مما كنت عليه عندما كنت رئيسا؟ وتكلم فيه كمان عن تدهور الاقتصاد وزيادة المهاجرين، وقال لنجعل أمريكا عظيمة مرة أخرى، وهذا طبعا شعار حملته الانتخابية. وخليني أعرض لكم أول فيديو نشره ترامب من بعد عودته على إكس. The winner of the presidential race, Donald Trump, wins the presidency. What started off as unlikely, impossible, is now reality. I will fight for you with every breath in my body, and I will never, ever let you down. We have a president who actually fulfilled the promises he made during the campaign, securing the border to foreign policy. He now has a record as president that's pretty damn impressive. Breaking. هذه الساعات اللي قبل المقابلة، بس الدقائق القليلة اللي قبل المقابلة عاد، هذه شهدت دراما كبيرة. فكان مقرر أنه يبدأ البث المباشر الساعة 8 المساء، وتم تسجيل أكثر من 1,000,000 شخص للمشاهدة بس. فاللي صار أنه رابط التسجيل والدخول على البث ما عاد متوفر، وتأخر البث حوالي 45 دقيقة. واعتبر الناس المشكلة الفنية اللي صارت إحراج لكل من ماسك وترامب، والرسالة اللي كانت تطلع للناس هي اللي شايفينها أمامكم الآن. وشفنا بعدها ماسك بيتدارك الموضوع ونشر توضيح، قال فيه أنه المنصة ضحية لهجوم سيبراني حاول إغلاق الشبكة، وقال أنه في أسوأ الأحوال حيقللوا عدد الجمهور المستمع، وأنهم اختبروا النظام مع 8,000,000 مستمع في وقت سابق، وأنه الأمور كانت تمام. بس بعدين عاد صار اللي صار. بعدين قال ماسك أنه المقابلة ما حتكون صوت وصورة، وإنما محادثة وعبارة كده عن أسئلة وأجوبة، يعني كده تشات يعني. وبعدين بدأت المناظرة أو المحادثة المنتظرة، وتابعها ملايين الأشخاص. وقال ماسك أنه إجمالي اللي تابعوها 1,000,000,000 مشاهد. وترامب نشر الرابط على حسابه، وعليه للآن أكثر من 130,000,000 مشاهدة كمان. طيب، عن إيش تكلم ترامب في المحادثة؟ أو السؤال اللي لازم نسأله يمكن، عن إيش ما تكلم ترامب في المقابلة؟ لأنه ترامب وماسك تكلموا على مدى ساعتين تقريبا عن مجموعة كبيرة من القضايا: الاتحاد الأوروبي والصين وتغير المناخ والرقابة والهجرة ومحاولة اغتياله، إيران، إسرائيل، فلسطين، وأكيد طبعا منافسته الديمقراطية كمالا هاريس والرئيس الحالي جو بايدن. بس يعني مواضيع جدا كثيرة، بس خلوني أبدأ معكم بكلامه عن هاريس. فقال إنها مجنونة ويسارية متطرفة وأسوأ من بايدن. What's happening sort of overnight is they're rewriting history and making Kamala sound like a moderate when in fact she is far left, like far, far left. Worse than Bernie Sanders. She is considered more liberal by far than Bernie Sanders. She's a radical left lunatic. You know, Netanyahu. Like, we're having a great conversation right now. Kamala wouldn't have this conversation. She can't because she's not smart. No. You know, she's not a smart person, by the way. She can't have this conversation. This is a really big point. You can actually have a conversation with you. Yeah, it's nice, isn't it? And you can't have a conversation with Biden or Kamala. It's like not, it's not possible. That's true. ترامب كمان تناول صورة هاريس اللي عرضناها أمس لكم، وهي على غلاف مجلة تايم، فقال إنها مرسومة رسم وبتبين وكأنها أجمل ممثلة، وإنها ظهرت وكأنها بتشبه السيدة الأولى ميلانيا، وهي طبعا حسب مع كلام ترامب وحسب الواقع إن هي سيدة جميلة. يعني ترامب قال إنه هي سيدة جميلة زوجته طبعا، وقال سأقف عند هذا الحد في الكلام. وانتقد موقف هاريس من إسرائيل، وقال إنها معادية جدا لإسرائيل، واختارت شخص يساري متطرف علشان يكون نائبها وهو تيم وولز. وقال إنه هاريس ما هي كفء، ومن وقت ما ترشحت ما عملت ولا لقاء ولا طلعت في مقابلة.
أما بالنسبة لبايدن فقال ترامب أنه بايدن أسوأ رئيس في تاريخ أمريكا وأنه قرار انسحابه ما كان عادي وإنما انقلاب. What I can tell you is this, we cannot have a Democrat. We cannot have her. She's incompetent. She's as bad as Biden in a different... Yeah. Look, she hasn't done an interview since this whole scam started. And say what you want. This was a coup. This was a coup of a president of the United States. He didn't want to leave, and they said, we can do it the nice way or we can do it the hard way. ووصف إدارة بايدن بالغبية. طبعا هذا هجوم غير مباشر برضو على هاريس كورنا نائبته. وأكيد ما حيفوت ترامب الفرصة وما يجيب سيرة تلعثم بايدن. فقال لو بايدن هنا مكاني كان قال مين أنا وماذا أفعل هنا. وقال إنه معدل ذكاء بايدن منخفض جدا وأنه يمكن الآن ما عاد عنده ذكاء بالأساس إنه ما عاد في اي كيو بالبرة. وقال انه بايدن عمل شيء مستحيل احد يعمله. اذا حابين تعرفوا ايش هو اسمعوا هذا المقطع. Biden actually did something that was impossible. Both sides hate him, you know, both sides. That was a hard thing to do, unification. وخلال المحادثة تكلم ترامب عن محاولة اغتياله وقال أنه كانت الرصاصة قريبة كثير من رأسه وأنه اللي صار سوء تنسيق بين الشرطة والخدمة السرية وأكد أنه راجع لنفس المكان في أكتوبر. وتكلم كمان عن إنجازاته اللي عملها وقت ما كان رئيس. فقال أنه هو خلال ولايته الأولى تعامل بحزم مع إيران ووكلائها وأنه هو قلل من مشكلة المهاجرين وقدر أنه يضبط الحدود وأنه الشرق الأوسط يمكن أنه يوصل العالم أو يوصل العالم لحرب عالمية ثالثة وأنه لو كان رئيس ما كانت صارت حرب أوكرانيا. ووقت ما سألوا ماسك عن الهجوم الإيراني المتوقع على إسرائيل قال أنه ليه إسرائيل عندها قبة حديدية وأمريكا لا. وقال لو فاز حامل قبة حديدية خاصة بأمريكا حتكون أفضل قبة حديدية في العالم. وقال أنه لو ما فاز بشكل عام حيشعر بالأسى. وخلال المحادثة عرض ماسك على ترامب أنه لو فاز في ولاية رئاسية ثانية حيكون سعيد لو كان ضمن فريقه في لجنة خاصة لكبح الإنفاق الحكومي. وترامب رد عليه وقال له أنت أفضل شخص ممكن أنه يقلل من هذا الإنفاق. وهنا الناس اعتبروا تمهيد لمنصب أنه ماسك المقبل في حال فوز ترامب. على الرغم من أنه ترامب قال أنه لا يمكن لماسك أنه يجري مثل هذا اللقاء مع هاريس وهو الأمر اللي اتفق معه يعني ماسك فيه. إلا أننا بعد اللقاء شفنا ماسك وهو بيدعو هاريس للقاء مماثل. ما نعرف طبعا لو هاريس حتقبل الدعوة أو لا خاصة أنه حملتها شانة حرب على اللقاء اللي صار بين ترامب وماسك. فأول شيء أصدرت بيان قالت فيه أنه تطرف ترامب وأجندة مشروع 2025 الخطيرة هي سمة حملته الأساسية وليست أمرا عارضا. وقالت أنه هم أو أنه يعني هي تحديدا يعني وحملتها ما هم مدينين لمليارديرات مثل ماسك وأنه حملة ترامب بأكملها في خدمة أشخاص مثل إيلون ماسك. ووصفتهم اللي هم ماسك وترامب بالرجال المهووسين بذواتهم واللي حيبيعوا الطبقة الوسطى. وسخروا حملة هاريس من ماسك وترامب وقالوا أنه ما قدروا يشغلوا بث مباشر في 2024. وذكروا الناس بفشل المرشح السابق للرئاسة حاكم ولاية فلوريدا رون دي سانتس اللي حاول إطلاق حملته الرئاسية على منصة أكس وبدأ وقتها بخلل فني كمان. وقالوا أنه وقتها ترامب سخر من دي سانتس وقال أنه الفشل اللي صار معاه معناه أنه حملته كارثية. كأنهم بيقولوا لترامب أنه أنت كمان فشل البث يعني عندك وهذا كمان كان إنذار أنه حملتك أنت كمان كارثية يعني. ورجعوا نشروا فيديو سخروا فيه من اللي سموها مجاملات بين ترامب وماسك. وفي الفيديو بيشد ترامب على يد ماسك وقت ما تخلى عن موظفين في تسلا. I mean, I look at what you do. You walk in and you just say, you want to quit? They go on strike. I won't mention the name of the company, but they go on strike and you say, that's okay. You're all gone. You're all gone. So every one of you is gone and you are the great.
وعلى فكرة في كثير أخبار متداولة عن مسؤولين أوروبيين حذروا ماسك من أن مقابلته هذه مع ترامب حتخضع لقوانين وسائل التواصل الأوروبية، وهو أصلاً الوضع بينهم يعني وبين ماسك متأزم من بعد ما اتهموه أنه بيحرض على أعمال الشغب اللي جالسة بتصير في بريطانيا وبينشر خطاب الكراهية عبر منصة أكس، وقت ما قال كمان خصوصاً أنه يتوقع أنه الحرب الأهلية حتمية في بريطانيا. وكان أرسل كمان رئيس الاتحاد الأوروبي الرقمي تيري بريتون رسالة لماسك قبل المحادثة وقال له المحتوى حيكون متاح لأكثر من 100 مليون مستخدم في الاتحاد الأوروبي، وقال علشان كده حيراقبوا التداعيات والمخاطر المحتملة وحيمنعوا المحتوى اللي بيحرض على العنف والكراهية والعنصرية. وحذر ماسك من أي تأثير سلبي للمحتوى غير القانوني على أكس على الاتحاد الأوروبي. وماسك حقيقة يعني ردت عليه برد يعني ما أعرف إيش أسميه، بس يعني خلينا أوريكم هو الصورة يعني هذه اللي أمامكم. نشر صورة من فيلم اللي هو تروبيك ثاندر ومكتوب عليها خذ خطوة كبيرة إلى الوراء وحرفيا. بعدين في الصورة، إذا نقدر نرجع الصورة بس معليش، الصورة بغطى الكلمة هذه يعني بيب أنتوا اعتبروها هذه في وجهك. طيب ماسك رجع كتب كمان قال إنه كنت أبغى أرد عليك بنفس الميم اللي في الصورة، بس يعني عمري ما حقدر أكون فظ وغير مسؤول. هو نشر الصورة ووصل الرسالة وبعدين قال كتب فوقها إنه بس أنا مؤدب يعني حركات يعني. إحنا معنا من أورلاندو توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي، أهلا فيك معنا توم. تابعت المقابلة طبعا بالتأكيد، إيش رأيك فيها؟ الرأي العام أو المحادثة، هم مصرين إنه ما هي مقابلة إنها محادثة. أولا مرحبا لك وللمشاهدين الكرام. هلا ثلاث نقاط أساسية من وراء هالمحادثة اللي صارت ليلة أمس، إنه قبل سنة ونص كان محذر على الرئيس ترامب أن يكون على في ذلك الوقت على تويتر، ولكن وتصوري إنه تويتر يومات التحذير إجا من شركة تويتر، والتواطؤ بين المخابرات الأمريكية وإدارة بايدن مع تويتر تيمنعوا حرية الرأي وحرية رئيس كان سابق الرئيس ترامب بقى. ومن بعد ما اشتراها ماسك تغيرت الأمور وشفنا اللقاء بالفعل يعني حسب اللي شاركوا بين اللي تسمعوا على الحديث وتابعوا بعد ذلك وصل لمليار شخص، وهذه كمية هائلة من الناس. بقى هذا حدث بحد ذاته. ثاني نقطة، عملة كاين كبار يعني إيلون ماسك المخترع المبدع العالمي وليس فقط بالولايات المتحدة، مع رئيس سابق وكذلك ملياردير وكذلك مرشح لرئاسة الجمهورية بالولايات المتحدة. اليوم كيف بده يغير سياسة الولايات المتحدة وغير سياسة العالم؟ قاعدين عم يتحدثوا مع بعضهم شخصين على المشاكل الداخلية الخارجية أمنيا اقتصاديا مناخيا بدون أي فلتر، إنه بدون ما حدا يحدد أي أسئلة تسأل وأي أسئلة ما تسأل. هذا ثالث نقطة بالنتيجة، المواضيع اللي تحدثوا عليها بكل حرية وخاصة ماسك أعطى رأيه الخاص كأنه كذلك الأمر هو مرشح على الانتخابات، وقال أنا بالسابق كنت من الحزب الديمقراطي، قال أنا وقفت 6 ساعات أنطر الرئيس أوباما في ذلك الفترة حتى سلم عليه فقط، وأنا انتخبت الرئيس أوباما. يعني معناته الرئيس أوباما بفترة عهده كان بعده بالوسط الأمريكاني، اليوم كاملة هارس تبنت فكرة الاشتراكية والشيوعية الدولية. وهذا اثنين الشخصين تكلموا عن خطورة هذا التبني من الحزب الديمقراطي اليوم. أي هو حقيقة النقطة مهمة هذه اللي ذكرتها، كلها نقاط مهمة، بس يعني نقطة مهمة فكرة أنه الشخصين كانوا بيعبروا عن آرائهم، فأنت مو بس بتتعرف على آراء ترامب، أنت بتتعرف أيضا على آراء إيلون ماسك، ولكن يبدو أنه يعني آرائهم فيها انسجام كبير جدا يعني. والحقيقة أنه إيلون ماسك كان يعني شديد الود مع ترامب، وترامب كمان كان شديد الود مع إيلون ماسك، كان في غزل متبادل. هذا الغزل المتبادل أكيد مبني على مصالح يعني. كمان الغزل المتبادل جماعته المصيبة،
أنا بتصور لو الحزب الديمقراطي بالولايات المتحدة بعده تقريبا على الوسط لليسار للشمال كان بسيطة، ولكن اليوم خطورة الولايات المتحدة، يعني إذا عملت الولايات المتحدة صارت يسارية، يعني متخوف كيف كانت الأرجنتين، كيف كانت بلد استثماري تجاري وشو صار فيها بالألف 1930، شفنا فنزويلا كان عندها رصيد ماء أموال هائل شو صار فيها، منتخوف على الولايات المتحدة لأنه بعد ذلك منخسر التجارة الحرة، منخسر معه الإبداع والتقدم وهذا كله، وخاصة أنه الاتحاد الأوروبي تيبعث رسالة نهار أمس إلى ماسك ويحذره من أي حديث انه بيكون صحيح، ما هذه حريه التعبير وليس التحريض، يعني هم كانوا عم بيعبروا عن ارائهم الشخصيه وليس يحرضوا ضد شخص اما الثاني، وانا بتصور هون خطوره الاتحاد الاوروبي كمان مع اليسار الامريكي عم بيحاولوا يهيمنوا على دول العالم من خلال فكره اليسار اضرب عدوك ما تخلي يعبر عن رايه الشخصي، وهذا فكره اليسار والشيوعيه اللي عرفناها على فترة 70-80 سنة بالماضي. تتوقع بس إنه نعم يعني أو لا هاريس ممكن تسوي مقابلة مع ماسك كمان محادثة؟ يعني الموضوع إنه لما اللي بدأت هاريس بال 2019 حملتها الانتخابية وكانت دخلت بعزم قوي على الحملة الانتخابية، عندما بدأت تعمل مناظرات ومقابلات تراجعت أصوات الناس وانسحبت من الانتخابات، حتى هذه الساعة لم تكن بأي لا مناظرة ولا أي مقابلة، أنا بتصور عليها باتجاه الشعب الأمريكاني أنه تعمل مناظرة مثل ما عمل الرئيس ترامب، المنتخب يعرف شو هي سياستها اليوم بعد ما نعرف ما هي سياستها للداخلية والخارجية. بس يمكن لازم تلاقي أحد غير ماسك، يعني أحد يعني يكون برضو كده يغازلها زي ما ماسك غازل ترامب. يعني على العموم بشكرك جدا على هذه المداخلة، كان معنا من أورلاندو توم حرب مدير التحالف الأمريكي الشرق أوسطي.